واللقاء المرتقب المنتظر. مدرب مورينو الان ضربة جزاء، فماش كلام، ضربة جزاء للمنتخب الاسباني، كلام بينالتي لاسبانيا. قائد وكابتن الريال وكابتن اسبانيا، الهدف الاول. 1-0 لاسبانيا باستحقاق، 1-0 للماتادور بكل الأحقية. قلت لك الهدف جاي وقلت لك لن يصمد، كنا يزيدوا لموراتا، موراتا وضربة جزاء، موراتا الفارو وضربة جزاء، ضربة جزاء ثانية في المباراة. الكرة تمشي لألفارو، ألفارو موراتا والهدف الثاني في نفس المكان، في نسخة مطابقة للأصل ونسخة كربونية لهدف رمواق السويدي. قلت الهدف الثالث خطيرة، يرجي المنتخب السويدي الإسباني والثالث، الهدف عالمي من داني باريخو. هدف رائع جدا من لاعب فالنتيا، داني باريخو يسجل الهدف الثالث او لا.